السلام عليكم، أرحب بكم بالدورة الثانية، وأتمنى إن شاء الله بنهاية هذا الكورس تكون عندنا معلومات على علم الأغذية. من البداية من المعلوم إن علم التغذية من العلوم العامة جدا التي يستخدمها الإنسان، وطبعا نعرف جدا كل الزين أن التغذية هي خط الدفاع الأول للصحة السليمة. لذلك من المفيد جدا أن نتعرف على نوع الغذاء اليومي وما يوفره لنا من عناصر غذائية ضرورية لعمليات التغذية. يعتبر علم الغذاء أو علم التغذية من العلوم الحديثة التي تطورت عن علم الكيمياء الحيوية وغيره من مجالات العلوم، إلا أن معرفة الإنسان للغذاء والتغذية قد بدأ منذ القديم. كنا نعرف شلون بدأ الإنسان يتعرف على أنواع النباتات وبدأ يتعالج بيها ويتطبب بيها وبدأ يعرف فوائدها ويعرف مضارها. ويعرف الغذاء بأنه أي مادة صلبة أو سائلة ينتج عنها طاقة نمو صيانة تكاثر وتنظيم العمليات الحيوية. شوفوا هنا واضح جدا أن الغذاء يدخل في إنتاج الطاقة، كذلك في النمو وصيانة الجسم وتكاثر وتنظيم العملية الحيوية. وواضح جدا هسه في احنا الكورونا شلون كانت المكملات الغذائية والفيتامينات جزء من علاج مرض الكورونا. اما علم الأغذية فهو العلم الذي يهتم بدراسة الأغذية من حيث طبيعتها ومصادرها وتركيبها واقتصاد إنتاجها وكيميائها وتصنيعها. احنا بالحقيقة اللي حندخل بعلم الأغذية الطبي أو الصحي، لأنه يفيدنا بعمليات مثل ما قلنا الصيانة والنمو والطاقة وتنظيم العمليات الحيوية. إن الفرق بين علم الأغذية وعلم التغذية، حيث يهتم علم الأغذية بدراسة الغذاء خارج الجسم، وهذا مو موضوعنا، أي من مصادر الطبيعية التي يصل إلى المستهلك. أما علم التغذية الصحية الطبية فيختص بدراسة الغذاء بعد دخوله إلى جسم الإنسان، من حيث الاهتمام بجملة العمليات الحيوية الأيضية التي تجري داخل جسم الإنسان. إذن إحنا حنكون ندخل بعلم التغذية الصحي أو الطبي. تختلف احتياجات الغذائية من فرد إلى آخر، ويتوقف ذلك على عدة عوامل أهمها: النشاط الجسماني من حيث الذي يمارسه الفرد من الرياضة والحركة والعمل، حجم الجسم وعمره وجنسه، طبعا واضح أن كل ما واحد حجمه كبير يحتاج غذاء أكثر، والجنس الذكر يحتاج أكثر، والعمر كل ما يزيد العمر في مرحلات النمو الأولى، بعدين من وراء 60 يحتاج طاقة أكثر. المرحلة التي يمر بها الفرد والمراهقة، الطفولة، الحمل عند النساء. في حالة الأمراض نحتاج إحنا والعدوى، مثل ما تقول عندنا الكورونا، نحتاج نوع معين من الغذاء. الحمل والرضاعة، وطبعا لصحة الأم والطفل. وفي بعض أنواع الأغذية والأدوية أكو بها تضارب، ومعدل الإفراغ اليومي من العناصر الغذائية عبر العرق أو البول أو البراز. مثل ما تدري إحنا بالصيف مثلا نحتاج ماي كبير كثير لأنه يفرز عن طريق العرق، وهواية من الأمور تخرج عن طريق البراز ضروري نتابعها ونشوف شلون نقدر نعوضها. مع تطور
الحياة البشرية وتقدم العلوم والتكنولوجيا والزيادة في تعداد السكان وزيادة الحاجات البشرية للغذاء، تطورت أنماط مختلفة من الصناعات الغذائية المعتمدة على أعداد المواد الغذائية، أعداد المواد الغذائية بصورة تتناسب مع عادات المجتمعات واحتياجاتها، كذلك لحفظ المواد الغذائية لفترة زمنية طويلة يسهل استعمالها عبر مواسمها الطبيعية مع حفظها في صورة قريبة عن حالاتها الطبيعية. هذا المقطع اللي حنحكي على حفظ الصناعات الغذائية وحفظ المواد الغذائية وشون نوصل إلى طريقة جيدة بالحفظ وشون نعرف الغذاء التالف، لأنه إحنا بالنسبة إن الغذاء التالف هو مشكلة طبية أو صحية. يعتبر الغذاء غير صالحا للاستهلاك في حالات التالية: إذا كان ضارا للصحة، إذا كان فاسدا أو تالفا، إذا كان مغشوشا، إذا انتهت صلاحيته. كل هذه الحالات مهمة، يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك. من ناحية ثانية يعتبر ضارا للصحة إذا كان ملوثا بالميكروبات أو الطفيليات، أو ملوثا بمواد كيميائية سامة، أو ملوثا بإشعاع، أو محتويا على مواد محظور استخدامها، أو ناتجا من حيوان نريض أو ميت لأنه به مواد سامة. إذا كانت عبوات غذائية، العبوة تكون هي مشكلة طبية أو صحية. يعتبر الغذاء فاسدا أو تالفا إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم والرائحة أو الريحة، وإذا احتوى على يرقات أو ديدان أو حشرات، أو انتهى تاريخ صلاحيته. المكونات الغذائية بصورة عامة: يحتوي الغذاء على عناصر الغذائية التي لا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها نهائيا، أو لا يستطيع تصنيعها بكميات كافية. الأمر الذي تحتمه ضرورة تزويدها عن طريق الغذاء. تستعمل هذه العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة وللقيام بعمليات البناء والنمو والتكاثر وصيانة الأنسجة. يعمل الغذاء على تزويدنا بالطاقة اللازمة والضرورية لاستمرار الحياة، وتقدر العناصر الغذائية اللازمة بحوالي 50 عنصر، اصطلح تقسيمها إلى 6 مواد رئيسية. الماء، مثل ما ندري الماء يكون حوالي 60-70% من جسم الإنسان، تجي وراء الكربوهيدرات، الدهون، البروتينات، الفيتامينات، العناصر المعدنية، وهاي المواد كلها رح نشوفها ندرسها ونتعرف عليها. ويمكن تعريف العناصر الغذائية بأن مجموعة من العناصر الكيميائية والمركبات العضوية التي يزودنا بها الطعام بمقادير مناسبة، وإن أي نقص في أي من العناصر الغذائية عن احتياجات الجسم يؤدي إلى تغييرات وأعراض مرضية في الجسم. منا تجي أهمية دراسة المنهج اللي دناقته على مود نحافظ على توازن الجسم من خلال المحافظة على المكونات الأساسية داخل الجسم، وأهم مكون هو الماء. اعتبر الماء عند تقسيم العناصر هو من المجموعات الغذائية، وهو الأهم عنصرا غذائيا ضروريا للحياة، وإنه لا بد من تزويد الجسم به مع الأطعمة، فالماء هام جدا للحياة. وصدق الله العظيم حين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويمكن تلخيص الوظائف الأساسية للماء في الجسم فيما يلي: أولا
يعتبر عاملا هاما في عمليات الهضم المختلفة، حيث يلزم لجميع التفاعلات الكيميائية الهضمية تفاعلات التحلل المائي، لازم بيها مي، يشكل وسيطا لنقل العناصر الغذائية. في عمليات الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي وطرح الفضلات، نقدر احنا بلا ماء نقدر نقوم بأي عملية من هاي العوامل، وذلك بفعل خاصية الذوبان لهذه العناصر والمواد الناتجة. يعتبر الماء ضروريا لتنظيم حرارة الجسم الحيوان والإنسان لارتفاع حرارته النوعية، حيث يساعد الماء على تثبيت درجة حرارة الجسم. يعمل الماء على تعديل حرارة الجسم بحيث لا تحدث فروق عالية بينها وبين حرارة الجو المحيط. تكسب الأنسجة مرونتها وقوتها، ويسهل حركة العضلات والأعضاء والمفاصل. يدخل في تركيب جميع خلايا الأنسجة، وتختلف نسبته من نسيج إلى آخر. منين يحصل الجسم على الماء؟ هناك ثلاثة مصادر للماء. أول شيء السوائل والمشروبات، كالماء المتناول بصورته الطبيعية أو على شكل سوائل كالعصائر. ماء الأطعمة، وهو الماء الداخل في تركيب المواد الغذائية والتي تحتويه بنسبة متفاوتة. ماء التمثيل الحيوي، وهو الماء الناتج داخل الجسم الكائن الحي كناتج لعمليات التأكسد الخلوي من العناصر الغذائية المنتجة للطاقة. شلون عرفنا منين يدخل الماء ومصادر؟ شلون يفقد الماء من الجسم؟ أول شيء الكلى، القولون، الجلد والرئتان، الغدد العرقية والغدد الثدييّة. احتياجات الماء والعوامل المؤثرة عليه، تعتمد الاحتياجات الدقيقة على عدة عوامل يمكن تلخيصها فيما يلي: نوع الحيوان، طبيعة الغذاء، الماء التمثيلي، الفقد الإجباري للماء عن طريق الحرارة مثل ما قلنا. المكون الثاني المهم هي الكربوهيدرات. تعتبر الكربوهيدرات من المركبات الغذائية المهمة في تغذية كل من الإنسان والحيوان، وهي تمتاز بما يلي: تتوافر في الطبيعة بكميات كافية، تشكل 3/4 المادة الجافة الموجودة في الغذاء النباتي، وأكثر من نصف الغذاء المتوافر في العالم. ثانيا، رخيصة الثمن نسبيا مقارنة بالمواد الغذائية الأخرى، نتيجة لسهولة إنتاجها وكثرة انتشارها، سهولة تخزينها وانخفاض تكاليف الخزن والتصنيع مقارنة بالمواد الأخرى. تشكل المصدر الرئيسي للطاقة الغذائية عند الحيوانات المزرعة، بينما تمد الإنسان بحوالي ثلثي الطاقة الغذائية اللي يحتاجها يومياً. يتمكن الجسم من أكسدتها بصورة سريعة لتحرير الطاقة المخزونة فيه. الكربوهيدرات أول تدخل من الجسم تتحول إلى طاقة للفم. سادسا، تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية، كما هو الحال في الأسمار والمواد البكتينية، وفي المجالات الطبية مثل الألياف السيلولوزية وغيرها من المواد المستعملة في الأغراض العلاجية والغذائية. الدهون، الدهون مركبات عضوية كثيرة تحتوي على عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين. كل الدهون متكونة من ثلاثة مواد رئيسية: عناصر كربون والهيدروجين والأكسجين، كما هو الحال في الكربوهيدرات، إلا أن نسبة الهيدروجين والأكسجين فيها تختلف، والأواصر كذلك تختلف. يستفيد الإنسان
من الدهون وكذلك الحيوان لانتجاء الطاقة وبعض المركبات الوسيطة الأخرى اللازمة لبناء الجسم ولنشاطاته المختلفة. أين تلعب الدهون أدوارها؟ تلعب الدهون أدوار عديدة في جسم الإنسان والحيوان، فهي أولا تشكل مصدرا مركزا للطاقة، حيث تشكل الطاقة الناتجة من 1 غرام من الدهن ضعف الطاقة الناتجة عن البروتينات والكربوهيدرات. إذا تعطينا 4 كيلو الكربوهيدرات، الدهن يعطينا 10 كيلو طاقة. تشكل الدهون مصدرا للعديد من الفيتامينات الذائبة في الدهون، وهي A و D و E و K، أيدك. ويعتبر الدهن ضروريا لنقل وامتصاص هذه الفيتامينات. تعتبر الدهون مصدرا للأحماض الدهنية الأساسية اللازمة للجسم وبنائه. تلعب دورا في بناء الأغشية الخلايا، تشكل عازلا حول المحاور العصبية، عازلا كهربائي مثل الواير بلاستيك. تشكل تحت الجلد عازل حراري وحول الأعضاء لحمايتها من الصدمات. البروتينات، المادة الرابعة، البروتينات. البروتين اسم عام لمجموعة كبيرة من المواد العضوية المعقدة ذات الوزن الجزئي العالي والقوام الغيروي الناتج عن كبر وزنها الجزيئي، والتي تشترك باحتواء على الأحماض الأمينية. وتتميز البروتينات عن الكربوهيدرات باحتواء على النيتروجين. بيقول لك الإنسان هو عبارة عن نيتروجين إضافة إلى الكربون والهيدروجين والأكسجين، إضافة إلى معادن أخرى مثل الفوسفور والحديد والكبريت. نقطة مهمة، يبلغ عدد الأحماض الأمينية التي تشكل بروتينات 20 حمضاً أمينياً. صنفت الأحماض الأمينية حسب حاجة الإنسان أو الحيوان لها في غذائه، وحسب قدرة الجسم على تحويلها إلى أحماض أمينية أساسية. 9 أحماض هي أيزو، ليو، سين، تريبتو، فان، تيريو، ني، فا، لين، فينيل الألانين، لي، سين، ليو، سين، ميثيو، نين، هستدين، وأخرى غير أساسية. تلعب البروتينات دورا أساسيا في بناء وصيانة الأنسجة، ويمكن أن تستخدم لإنتاج الطاقة، وذلك في حالة نقص الكربوهيدرات في الغذاء، أو في حالة وجود فائض من البروتينات يزيد عن حالة الجسم لبناء والصيانة. نقدر نستخدمها للطاقة أيضا. الفيتامينات من العناصر المهمة، مجموعة من المركبات العضوية المعقدة في تركيبها، يتطلبها الجسم بكميات قليلة نسبيا، وهي ضرورية لصيانة ونمو الجسم ووقايته من الأمراض من خلال وظائفها الحيوية الهامة، والتي أبرزها تنشيط التفاعلات التمثيلية المختلفة. وبعض هذه المركبات لا يصنع في الجسم، بينما يصنع بعضها بكميات غير كافية ولا تفي بالاحتياج، مما يحتم ضرورة الحصول عليها من الغذاء. تصنف الفيتامينات إلى مجموعتين. الفيتامينات دائمة في الدهون Fat Soluble Vitamins، وتشمل A و D و E و K،
فيتامينات ذائبة في الماء water soluble vitamins، وهي عبارة عن مجموعة فيتامينات B ومركبات C حامض الأسكوربيك أسيد. العناصر السادسة هي العناصر المعدنية. يتطلب الجسم مجموعة من العناصر المعدنية بالإضافة إلى العناصر العضوية المكونة للمركبات العضوية في الجسم، وهي الأكسجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين. وتتشكل العناصر المعدنية 4% من وزن الجسم، بينما تشكل العناصر الأربعة العضوية الأخرى 96% من وزن الجسم. تصنف العناصر المعدنية إلى عناصر أساسية وشبه أساسية وغير أساسية. يتطلب الجسم بعض العناصر المعدنية بكميات كبيرة نسبيا، تسمى العناصر المعدنية الكبرى، ومثالها الكالسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، في الوقت الذي يتطلب بعضها الآخر بكميات قليلة نسبيا تسمى العناصر المعدنية الصغرى، وهو الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز. تلعب العناصر المعدنية كالفيتامينات أدوار فيزيولوجية هامة في الجسم، حيث تلعب دورا في أولا تنشيط التفاعلات الكيموحيوية تدخل في بناء الجسم، تنظيم حركة السوائل في الجسم، تنظيم التوازن الحمضي القاعدي في الجسم، كما تلعب دورا في نقل السيالات العصبية وانقباض العضلات. رح ناخذ الآن الخواص الحسية للأغذية. تشمل العديد من الخواص الطبيعية للغذاء أو الطعام، والتي يمكن التعرف عليها عن طريق الحواس الخمسة للإنسان كالعين والأنف والفم واليدين كصفات. أولا المظهر الخارجي، والتي يمكن ملاحظته بالعين المجردة. أول شيء من باعه الأكل هو المظهر الخارجي. ثانيا صفة الاستدارة أو الشكل الخارجي وظهور البقع والألوان تلاحظ بالعين المجردة. الرائحة وتلاحظ بالأنف، والطعم ويلاحظ بالتذوق، والقوام ومدى التماسك والصلابة والخشونة أو النعومة يمكن ملاحظتها عن طريق اللمس. طبعا نقدر احنا الغذاء من شكله الخارجي، ريحته طعمه ومدى التماسك، كل هاي تنطينا غذاء صحي أو تالف أو فاسد. من الخواص الحسية يمكن قياسه أو تقديره باستخدام حواس الإنسان، إلا أن بعضها الآخر تحتاج لتقديره عن طريق أجهزة دقيقة، مو دائما هاي تنجح يعني. فالنظر يمكن قياسه أو تقديره بالعين، أما اللون فيمكن قياسه بالعين أو باستخدام بعض أجهزة القياس التي تعتمد على مبدأ الامتصاص الضوئي كجهاز المطياف الضوئي أو المطياف اللوني. أما القوام يمكن تقديره باللمس، ويمكن استخدام جهاز القوام تكسوميتر، والمساحة السطحية الكلية للثمار يمكن جهاز بلانوميتر. يوجد للأغذية خواص عامة منها. هسه رح ندخل في بعض تفاصيل الغذاء. عرفنا اللون والرحم والطعم والشكل، رح نشوف أكو أمور أخرى تنطينا علامات وأنواع الغذاء. يوجد للأغذية خواص أخرى عامة. أول شيء الكثافة والوزن النوعي Density and Specific Gravity. ثانيا الكثافة المطلقة Absolute Density، وهي عبارة عن كتلة وحدة الحجوم من المادة، ويعبر عنها بالجيم على سنتيمتر بالوزن بالغرام على وحدة الحجم السنتيمتر المكعب أو الغرام على السنتيمتر المكعب. وبمعنى آخر هي درجة تركيز المادة في وحدة الحجوم
كثافة نسبية relative density وهي نسبة بين كثافة مادة ماء وكثافة مادة أخرى قياسية كالماء أو الهواء ويطلق عليها بالوزن النوعي specific gravity قيسة وهي نسبيا ويا الماء أو الهواء. وللوزن النوعي فوائد عديدة في الصناعات الغذائية وتشمل أول شيء تستخدم كأساس لشراء الكثير من المواد الخام. أول شيء الوزن هو احنا نبيع ونشتري بالوزن. مراقبة المنتجات أثناء التصنيع كالمحاليل الملحية والسكرية، تحديد المواصفات القياسية للزيوت خاصة من زيوت الجرافيتي ومنتجات اللبن والألبان. في تحضير المحاليل الكحولية نانا تشتغل النسبة كثافة المطلقة. في تحضير المحاليل الكحولية وغيرها الكحولية والخل وغيرها. طرق قياس التركيز وتشمل أجهزة قنينة الكثافة باينوميتر الهايدروميتر وميزان وستيفال وجهاز قياس معامل الانكسار. هاي كلها تنطينا طرق قياس التركيز. نريد أن نقيس التركيز بهذه المواد. قنينة الكثافة تخليها مثل ما تشوفون ويطلع هنا هذا يصعد وينزل مثل الوزن. لو الهايدروميتر يكون بالماء، لو عن طريق مقياسين ميزان واستفال ومعامل الانكسار يقيس لنا ميزان واستفال هاي الهايدروميتر ومعامل الانكسار نشوف نقدر نشوف الضوء شلون يتحرك خلال المادة، نقدر نعرف هل كثافة المادة عن طريق امتصاص الضوء. أتمنى هاي المحاضرة المقدمة استفادينا منها وراجعها بصورة بسيطة انه عرفنا مكونات الغذاء وأهمية الغذاء وعرفنا المكونات الأساسية والأساسية وبدينا بالغذاء لأنه احنا نحكي عن التغذية الصحي وشون نعرفها عن طريق الحواس وشون نعرفها عن طريق الأجهزة الأخرى. أتمنى هذه المحاضرة كانت بسيطة وسهلة وهي مقدمة لعلم الغذاء. راح تشوفون بنتقدم بالمحاضرات راح تبدي تفاصيل أكثر، راح نبدي نربطها بأنواع معينة من الأمراض، راح نعرف تحاذير استخدامها، راح نعرف فوائدها، راح نعرف مضارها. راح تشوفون الأدوية أكثريتها هي من مواد غذائية. نحاول نطلع بنهاية هذا المنهج باستفادة عامة لعلم التغذية. بالنهاية أشكر استماعكم، وإذا أكو سؤال رجاء لا تترددون بالسؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.